وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده
شكورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ومن أراد ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك
وبالوالدين إحسانا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقضي ربك ألا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا إما يبلغان عندك الكبر أحدهما أحدهما أو كليهما فلا تقل فلا تقل لهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه
وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح